ثانية غيرك معني هانية غيرك معني هانية غيرك تقطع هانية غيرك تقطع هانية غير وقفني هانية غير وقفني هانية غير حاكمني هانية سيد البكوري عضو مؤسس للتنسيقية الوطنية لمدة في وزارة التربية والتعليم مقسيم خالد سلام. جئنا هذا اليوم كشغيلة تعليمية، جئنا كمقصيين وكمقصيات لبينا دعوات التنسيقية الوطنية لمدة في وزارة التربية والتعليم مقسيم خالد سلام التي دعت في بيانها الأخير إلى برنامج نضالي. هذا المحطة ديال اليوم تعتبر آخر محطة مبرمجة ومسترفة البرنامج النضالي، واللي كتمثل في الإضراب الوطني ديال 26-27 أبريل 2023. وبطبيعة الحال الإضراب متزامن ومرفوق الان في هذه اللحظه مع الوقفه الاحتجاجيه امام مقر الوزاره. هذه الوقفه الاحتجاجيه كما هو في علم الجميع ستكون متبوعه بمسيره وطنيه في اتجاه البرلمان. قلت سطرنا هذا البرنامج النضالي وحضرت الشغيله من اجل الاحتجاج على اولا اللامبالاه ديال وزاره التربيه الوطنيه ومن خلفها الحكومه، اللامبالاه اللي كتعمل بها تجاه المطالب ديال المقصيين والمقصيات. وكيف ما كنعرفوا فالمقصيين والمقصيات المطالب ديالهم تتجلى في الترقية الاستثنائية لكل المقصيين لكل الشغيلة التعليمية المقصية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجع إداري ومادي. للأسف هذا المطلب اللي كتعامل معه الحكومة وكتعامل معه وزارة بمنتهى اللامبالاة وبالمنطق ديال الازدراء والاستهتار، في حين أنه نؤكد دائما أن الأرضية ديال الحل الملف ديالنا تتمثل في اتفاق 26 أبريل 2011. وبهذه المناسبة نؤكد على أننا دعونا إلى الإضراب ديال 26 أبريل 2023 لكي نخلد هذا اليوم، هذا اليوم اللي هو 26 ابريل 2023 كيتزامن وكيخلد الذكرى الثانية عشرة للاتفاق المركزي ديال 26 ابريل 2011 اللي كان وقعوا عباس الفاسي رئيس الحكومة انذاك مع المركزية النقابية. وللاسف نسجل باحتجاج وبسياء كبير تنصل كل الحكومات المتعاقبة وكل الوزارات ديال التربية الوطنية المتعاقبة تنصلهم من هذا الاتفاق، وقصوا الشغيلة التعليمية اساتذة التعليم الابتدائي واساتذة التعليم الاعدادي بطبيعة الحال الملحقين التربويين من حقهم في الترقية إلى الدرجة الممتازة. لذلك جئنا نؤكد على أنه الحل ديال هذا الملف هو الإنصاف العادل، والإنصاف العادل ما يمكن يكون إلا بفتح الباب بترقية استثنائية لكل المستوفين لشروط ترقية الدرجة الممتازة بالأثر الرجعي الإداري والمادي في ظل هذا السياق اللي كنعرفوه، السياق ديال ارتفاع الأسعار، السياق ديال طحن القدرة الشرائية، واللي التقارير الرسمية تؤكد على أنه الطبقة المتوسطة تقع أكثر من 2 المليون، أو هناك أعداد تتحدث عن 3 الملايين من الطبقة المتوسطة اللي أصبحوا الآن ينتمون إلى الطبقة الفقيرة، يعني أصبحوا تحت عتبة الفقر. وبالتالي كشغيلة تعليمية جئنا نؤكد على المطلب ديالنا في الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجع إداري، وجئنا نؤكد على أنه الحل ديال المدرسة العمومية ديال أزمة التعليم هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، وذلك بالزيادة في الأجور وبالاستجابة للمطالب ديالها بشكل عام وبطبيعة الحال بشكل خاص المطلب ديال المقصيين اللي كيتمثل. ودائما نؤكد دائما وأبدا على المطلب ديال الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجع إداري ومادي بطبيعة الحال مزاولي الممارسين من داخل الاقسام ديالهم وبطبيعه الحال حتى المتقاعدين والمتقاعدات. للاشاره فقط فالوقفه الاحتجاجيه كتشهد حضور ديال المتقاعدين والمتقاعدات، كتشهد كذلك حضور ديال اساتذه ديال الزنزانه 10. فتحيه لكل شغيله تعليميه وتحيه لموقع الحياه اليوميه على التغطيه المتميزه ديالو لهذ الوقفه. امينه سبيل الجامعه الوطنيه للتعليم التوجه الديمقراطي، اليوم كما تبعتوا معنا نحن نتواجد امام وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضي والرياضه لنجسد الى جانب التنسيقيه الوطنيه لموظفي وزاره التربيه الوطنيه مقسيم خارج السلام وزنزانه 10 وتنسيقية الضحايا لندعم ونساند كما كل مرة هذه التنسيقيات. اليوم لماذا 26 أبريل؟ 26 أبريل هو تاريخ طبيعة الحال معروف لدى المتتبعين المشهد التعليمي ولدى المتبعين المشهد النقابي أيضا. اتفاق 26 أبريل هو الاتفاق اللي كان خارج على أساس أن يكون
الاثر الرجعي والمالي والاداري للتنسيقيه. اليوم تنشوفوا على ان هذا الاتفاق لم يكن كما كان اساسا. نقول كجامعه وطنيه للتعليم التوجيه الديمقراطي انه ان الاوان لحل كل المشاكل الشغيله التعليميه النساء ورجال التعليم وكل العاملات والعاملين بالقطاع. نؤمن تماما ان العمل النضال الوحدوي هو الكفيل، ان النضال الوحدوي هو الكفيل لحل جميع المشاكل، وهي دعوه لكل الشغيله التعليميه للتلاحم وللنضال من اجل تحقيق المطالب وحل كل الملفات العالقه. محمد سمان، عضو مجلس وطني للتنسيقيه الوطنيه لاساتذه الزنزانه 10 خارج السلم التاسع، منسق جهادي لسوس ماسا. اذا احنا اليوم هنا يعني تلبيه النداء التنسيقيه الوطنيه وتسيدا المحطه ديال 26 و27 احتجاجا على السياسه ديال وزاره التربيه الوطنيه في حق اساتذه الزنزانه 10 والتهميش ديال هذه الفئه وعدم اخذ المطالب ديالها بالجديه اللازمه. وبالتالي فاحنا نوجه رساله الى وزير التربيه الوطنيه على ضروره ان يقوم بحل هذا الملف في اقرب الاجال، والا فان منسوب الاحتقان سيستمر على ما هو عليه، والامر الذي سيعود يعني وسينعكس سلبا على الجوده ديال التعليم على المستوى المدرسه العموميه، والامر الذي لا احد يريده في هذا الوطن هذا. وبالتالي فالملف ديال الزنزانه 10 واحد الملف الذي عمر طويلا، واحد الملف الذي يعني اضطهد فيه اساتذه واستاذات خريجي السلم التاسع وقبعوا فيه يعني لسنوات طويله، وكانوا هم ضحايا حلول اخرى لملفات اخرى. هذه الملفات التي جاءت على حساب اساتذه الزنزانه 10 بدل ان تقوم الوزاره برصد يعني موارد ماليه وماديه لحلحله الملفات الاخرى، فانها فضلت ان تحل الملف على حساب هذه الفئه ديال اساتذه الزنزانه 10 القابعون في السلم التاسع. ومره اخرى فاننا نكرر مطالبه السيد الوزير يعني بجبر الضرر وإنصاف هذه الفئة وترقية استثنائية لجميع الأفواج مع إعادة السنوات المقرصنة في حق الأساتذة والأستاذات يعني الذين يعني عمروا طويلا في هذا سلم الذل والعار. السلام عليكم، معكم أستاذ فتاسي عبد الله، متقاعد، عضو اللجنة الجهوية للتنسيقية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات للمتقاعدين المقصيين من خارج السلم. احنا هنا باش كنناضلوا، علاش؟ لاننا تقسينا من خارج السلم. طبعا كل شيء كيعرف بالاتفاق الاخير ديال 14 يناير 2023 اللي احنا ما متفقينش عليه. علاش؟ لان هناك اتفاق ما بين حكومه عباس الفاسي والنقابات الاكثر تمثيليه 26 ابريل 2011. هذاك الاتفاق ما تفعلش بالنسبه للاسر التعليميه، بينما تفعل بالنسبه لقطاعات اخرى في العدل والصحه، وحنا تقسينا من خارج السلم. ولذلك نحن هنا من اجل النضال، من اجل هذا المكسب ان شاء الله. وعلما ان كاين بعض الاخوان اللي هما السلم 10 والسلم 11 ما يزيد على 20 سنه، وهذا غير مقبول، لان الوزاره قصتنا من الترقي او من حق الترقي الى خارج السلم. عبد الرزاق خلادي من التنسيقيه الاقليميه فاس. هاد الاقصاء طالنا من منذ 2003 في نظام 2003، وتم التجاوز ديالو في اتفاق ابريل 2011 بين المركزيات النقابيه والحكومه انذاك، وتم تنفيذه مجموعه من القطاعات وعلى راسها الصحه والعدل والسكنية من ذلك التعليم، حيث ان هذه القطاعات تم التنفيذ ديالها خارج السلم باثر رجعي ومالي من سنوات 2016 و2017، بينما التعليم تم القفز على مطالبه. ولذلك احنا اتينا هنا لاستمرارا لمطالبنا المشروعه وهو خارج السلم.